مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. رسالة خطية من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس الفلسطيني تتعلق بتطورات إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نقلها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يتسلم دعوة من معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعلق بدعوة سموه لزيارة الجمهورية. تقرير للبنك الدولي يصنف السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، والثانية خليجيا في مؤشر بدء النشاط التجاري. دعوات من واشنطن ولندن بإنهاء القتال في اليمن والبدء بمحادثات سلام، وعرض سويدي للاستضافة. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون افتتاح معهد تكاتف بتروفاك عمان الذي يعمل على توفير الكوادر العمانية المؤهلة لتشغيل المصانع والمصافي البتروكيماوية. ومن أبرز الأخبار الرياضية، إثارة مرتقبة تشهدها أمسية الغد بإقامة 4 مواجهات بدور عمان لكرة القدم. رسالة خطية من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتعلق بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات المتعلقة بإحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. نقل الرسالة معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال استقبال الرئيس الفلسطيني له بمدينة رام الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والعافية والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على فخامته وعلى الشعب الجزائري الشقيق، وقد تحقق له المزيد مما يصمو إليه من تقدم ورفعة وازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيجينز رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة. أعرب جلالة السلطان المعظم عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بالتوفيق في قيادة الشعب الإيرلندي الصديق لمزيد من التقدم والرقي. تسلم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان دعوة من معالي إسحاق جهنجاري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعلق بدعوة سموه لزيارة الجمهورية. قام بتسليم سموه الدعوة سعادة السفير الدكتور محمد رضا نوري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السلطنة. جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة السفير بحضور أصحاب السعادة الأمين العام والمستشارين بمكتبه. السلطنة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، والثانية خليجيا في مؤشر بدء النشاط التجاري، وذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي. وفي معرض تحليله للمراتب المتقدمة التي حققتها السلطنة في تقرير البنك الدولي، ذكر المكتب الوطني للتنافسية أنه يتوقع أن تتعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال لبدء مشاريع تجارية في السلطنة
لا سيما بعد إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري الذي يتوقع كذلك أن يعزز من ترتيب السلطنة باستمرار في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال الأعوام القادمة. كما أشار المكتب الوطني للتنافسية في ذات السياق أن إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات، من بينها خفض التكاليف وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات في السلطنة، مشيرا إلى أن السلطنة حافظت على النقاط المحرزة في أغلب مؤشرات التقرير الدولي. ديسمبر المقبل ستطرح أول مزايدة للمحطات الخدمية المتكاملة، ثلاث منها في طريق الباطنة السريع وثلاث على طريق أدم ثمريت. وأعلنت وزارة الإسكان أن إقامة المشروع سيكون بنظام الانتفاع، وأن يقتصر على العمانيين وممن لم يكن لديهم تصاريح مشابهة. أول مزايدة للمحطات الخدمية المتكاملة ستطرح في ديسمبر القادم كمرحلة أولى. هذه المرحلة ستشمل 6 مواقع، 3 منها على مسار طريق الباطنة السريع في ولايات السويق وصحام ولواء، و3 مواقع على مسار طريق أدم ثمريت، 2 في ولاية هيمة و1 في ولاية مقشن. هذه المحطات المتكاملة سوف تحتوي على مكونات مثل محطة الوقود وهي أهم شيء، وكذلك استراحة بنظام فندق أقل شيء يكون بمستوى نجمة واحدة، وكذلك خدمات أخرى كالمطاعم والأسواق المصغرة، وكذلك مصلى للرجال وللنساء، وخدمات متكاملة للسيارات. الإعلان عن موعد بدء التناقص لهذه المحطات جاء بعد أن أكملت وزارة الإسكان مع الجهات المعنية من إعداد الشروط والمواصفات الفنية والرسومات المساحية. سيخضع فيها التقدم للمزايدة لضوابط عامة، من بينها الاقتصار على العمانيين. ممكن أن يشترك في المزايدة كل المواطنين بدون استثناء، وكذلك الشركات العامة بنسبة 100% والشركات المقفلة بنسبة 70% أن يكون ملاكها عمانيين، و 30% يكون غير عمانيين. عدة شروط للتقدم للمزايدة وضعتها وزارة الإسكان، من بينها تقديم مخطط مبدئيا للمشروع لمراحل التنفيذ، وألا تتجاوز مدة تنفيذه 2 من توقيع عقد الانتفاع والالتزام بالصيانة العامة والنظافة، وألا تتعارض عمليات التطوير مع المخطط المقدم للوزارة. هذه النوعية من المحطات المتكاملة ستعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية على طول مسارات الطرق السريعة بمحافظات السلطنة. ستخدم هذه المحطات عابري الطرق بخاصة بين محافظات السلطنة بفضل ما تقدمه من خدمات مميزة. من وزارة الإسكان، عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن والبدء في مفاوضات بقيادة الأمم المتحدة خلال الشهر المقبل. وتواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي فاقمتها الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن، وقال إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل. وقال بومبيو في بيان إنه ينبغي أن تكف جماعة الحوثي عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد السعودية والإمارات، وإن على التحالف أن يتوقف عن شن ضربات جوية في كل المناطق المأهولة باليمن. وتساعد الولايات المتحدة التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود وتقديم التدريبات على الاستهداف،
وقال بومبيو الشهر الماضي إنه أكد للكونغرس الأمريكي أن السعودية والإمارات تعملان على تقليص الخسائر في صفوف المدنيين باليمن. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث هذا الشهر إن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات بين الأطراف المتحاربة بحلول نوفمبر. وعبر بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس عن تأييدهما لمساعي الأمم المتحدة، وقال بومبيو إن هذه المشاورات ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل لتنفيذ إجراءات بناء الثقة والتعامل مع القضايا الشائكة في الصراع ونزع السلاح عند الحدود ووضع كل الأسلحة الكبيرة تحت رقابة دولية. وأضاف بومبيو أن وقف الأعمال القتالية واستئناف المسار السياسي سيساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية. واليمن واحد من أفقر الدول العربية ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، والتي فاقمتها الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام، إذ يحتاج 3/4 سكان اليمن وعددهم 22 مليونا إلى مساعدات، بينما يقف 8,400,000 منهم على حافة المجاعة. من جانبها أيدت بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد في اليمن، وأكدت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أن بلادها تدعم دعوة الولايات المتحدة بإنهاء القتال في اليمن، وشددت أمام البرلمان البريطاني على ضرورة العودة إلى المسار السياسي لإنهاء الأزمة. وأوضحت ماي أن وقف إطلاق النار في اليمن لن يكون له أي تأثير على الأرض ما لم يرتكز على اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة. هذا وعرضت السويد عبر وزارة خارجيتها استضافة تلك المحادثات حال الاتفاق على تنظيمها. قالت السلطات الروسية إن رجلا فجر قنبلة عند مدخل الفرع المحلي لوكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية شمال روسيا، مما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة 3 من رجال الأمن. وذكرت الشرطة الروسية أن منفذ التفجير قام بعد دخوله إلى مبنى جهاز المخابرات بمدينة أرخانجيسك بإخراج عبوة ناسفة من حقيبته، إلا أنها انفجرت في يديه، مما أدى إلى مقتله وإصابة موظفي الأمن الفيدرالي. وحدد المحققون الروس هوية الرجل على أنه فتى روسي يبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أنهم يعاملون الهجوم على أنه عمل إرهابي. في أفغانستان لقي 25 عسكريا بينهم ضباط في تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني في أجواء غير مستقرة في منطقة أناردار الجبلية وفق السلطات الأفغانية. وفي منطقة أخرى فجر انتحاري نفسه خارج أكبر سجن في أفغانستان والواقع شرقي العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم عاملون بالسجن ورجال أمن. وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الانتحاري استهدف حافلة تقل عاملين بالسجن بالقرب من بوابة السجن، حيث كان عدد من الزوار ينتظرون اجتياز الفحص الأمني قبل الدخول. أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية عن البدء في جهود لإجلاء 193 شخصا تقطعت بهم السبل لأيام في ممر جبل ستيلفيو بعد ظروف مناخية قاسية شهدتها إيطاليا خلال الأيام الفائتة. وقالت الوكالة إنه يتم نقل الأشخاص إلى بلدة بوروميو القريبة من الموقع باستخدام مركبات مهيئة للسير على الجليد ومروحيات للجيش. ويقع ممر ستيلفيو بين إيطاليا وسويسرا بالقرب من نهر جليدي، ويعد مقصدا للتزلج الصيفي، ويبعد نحو 230 كيلومترا شمال شرق مدينة ميلانو الإيطالية. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. جلسة حوارية بولاية إبرة تتحدث عن دور العمانيين في بناء الحضارة الإنسانية.
أريدون اتخاذ قرار من أجل هذا أيضا. لما لا تتحدث مع العميل وتجد حلا؟ يجب أن تجد الحل. كفى كفى عن هذا يا أرش. أنا أخذ إجازة مرة واحدة وأنت تلاحقني هنا أيضا. أرجوك أنا مع عائلتي. لماذا توقفت؟ البط عم يقطع الشارع مدام. لما لا تعطيني أنت حلا لهذا؟ رسالة خطية من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس الفلسطيني تتعلق بتطورات إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نقلها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يتسلم دعوة من معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعلق بدعوة سموه لزيارة الجمهورية. تقرير للبنك الدولي يصنف السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، والثانية خليجيا في مؤشر بدء النشاط التجاري. دعوات من واشنطن ولندن بإنهاء القتال في اليمن والبدء بمحادثات سلام وعرض سويدي لاستضافتها. أظهر المشاركون من قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية في تمرينين شموخ 2 وسيف السريع 3 كفاءة عالية في تنفيذ كافة الخطط المرسومة خلال مراحل التمرينين بفضل ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات حققت كافة النتائج المرجوة. ويعد التدريب المشترك في التمرينين أحد أهم المكونات الأساسية في منظومة العمليات العسكرية المشتركة بقوات السلطان المسلحة جنبا إلى جنب مع باقي الجهات العسكرية والأمنية. جنود عمان البواسل في تمرين السيف السريع 3 يطوون الأرض بسهولها وجبالها وديانها، وينفرون عباب البحر ويواجهون أهواله، ويحلقون بأرواحهم بين الأرض والسماء من أجل كرامة عمان وعزة شعبها الأبي، ودفاعاً عن أرضها وبحرها وسمائها، لتبقى عمان الحصن الحصين والسد المنيع ورايتها عالية خفاقة. تعتبر مشاركة الجيش السلطاني العماني في مثل هذه التمارين مطلب أساسي لتدريب القوات للعمل في مختلف الظروف، مما يسهم لكسب المزيد من الخبرات. تقوم مظلات سلطان عمان بإسناد ألوية وتشكيلات الجيش السلطاني العماني. من خلال هذا التمرين اكتسبنا الكثير من التدريبات والمهارات بالاشتراك مع القوات البريطانية الصديقة. يعد التدريب المشترك أحد أهم المكونات الأساسية في منظومة العمليات العسكرية المشتركة بقوات السلطان المسلحة وباقي الجهات العسكرية والأمنية، وقد أثبت جنود عمان البواسل في مسرح العمليات قدرات مميزة في التعامل مع الأسلحة والأجهزة والمعدات الحديثة وعلى تنفيذ أوامر قادة في الميدان، لا يقل شأنا عن إمكانيات وقدرات أقرانهم من القوات البريطانية. مهمتنا الرئيسية تتمثل في السيطرة على الطائرات بكافة أنواعها من خلال الإسناد القوي القريب والإخلاء الطبي
إسنادا للقوات البرية بكافة تشكيلاتها في مسرح العمليات. يتمحور دورنا في مركز العمليات بقاعة سعيد بن سلطان البحرية من خلال تمرين الشموخ 2 والسيف السريع 3 في إدامة تفعيل الخلايا لتقديم الدعم والإسناد العملياتي والهندسي واللوجستي لسفن الأسطول المشاركة في مسرح العمليات البحري. أيضا نقوم برصد تحركات السفن المشبوهة وتحديد مواقعها لتسهيل عملية اعتراضها وحماية البحر الإقليمي العماني من أي تهديدات أو تحركات مشبوهة. مشاركتي في تمرين الشموخ 2 والسيف السريع 3 كان لها دور كبير في قدرتي على إنجاز العمل وفق لغة عملياتية موحدة، كما أكسبتني الخبرات والمعارف والمهارات والتي ساهمت في سهولة تحقيق العمل المشترك للتعامل مع الحوادث والمواقف الأمنية المختلفة. هكذا هم أبناء عمان الأوفياء، تعلوهم الهمة العالية وفي أعلى جبينهم الإصرار الأكيد على مواصلة المزيد من العطاء صونا لتراب هذا الوطن الغالي. من مسرح العمليات، النقيب طلال بن خلفان المزيني. احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج دفعة جديدة من برنامج الأهداف الوطنية، حيث بلغ عدد الخريجين 80 خريجا. الخريجون تأهلوا علميا وعمليا خلال 18 شهرا في معهد الصدارة بمحافظة الداخلية. في مجال التدريب الصناعي، بين استقبال دفعة وتخريج دفعة أخرى، واصلت شركة تنمية نفط عمان برنامجها الأهداف الوطنية المتخصص في تدريب مقرون بوظيفة للباحثين عن عمل في مجالات فنية مختلفة. فها هي الشركة تحتفل بتخريج دفعة جديدة يبلغ عدد خريجيها 80 شابا عمانيا. سعيدين في شركة تنمية عمان بتخريج أول دفعة في محافظة الداخلية لبرنامج فريق الأهداف الوطنية، والذي يشمل عدد 80 خريجا متدربا سوف يعملون في عدة شركات في القطاع الخاص. تخرجت الحمد لله اليوم من معهد الصدارة انستيتيوت، ومن خلال هذه 18 شهر الماضية درسنا أول شيء على الفاونديشن، أول شيء درسنا فصل تأسيسي اللي كان فيه الإنجليزي وفي الرياضيات وفي الرسم الهندسي وفي بعض قواعد الفيزياء، وبعدها مباشرة انتقلنا إلى العمل في الورشة مباشرة. ويأتي تخريج هؤلاء الباحثين بعد اجتيازهم لبرنامج تدريبي فني امتد 8 أشهر، 6 أشهر منها شمل دراسة أساسيات اللغة الإنجليزية ومهارة تقنية المعلومات وأساسيات الصحة والسلامة المهنية وأخلاقيات العمل، إلى جانب مهارات التواصل لبيئة العمل. وخلال 12 شهرا شمل ورش تدريب عملية. معهد الصدارة يعتبر من المعاهد الفنية المتخصصة، أهم هو يدرس جميع المواد الفنية المتمثلة في مواد الإنشاءات، الكهرباء، الصحة والسلامة وغيرها من التخصصات الفنية. إضافة مؤخرا تم استحداث برنامج خاص لصيانة الأجهزة التلفون النقالة، تعتبر هذا البرنامج الأول مرة يتم عمله في سلطنة عمان. التدريب النظري والعملي للباحثين أهلهم للحصول على فرص عمل في عدد من شركات القطاع الخاص، في وقت أكدت شركة تنمية نفط عمان أن برنامج الأهداف الوطنية نجح في توفير أكثر من 55 ألف فرصة تدريب وتدريس وعمل منذ تأسيسه في عام 2011، حيث يشغلون وظائف مختلفة كالإشراف على الأنشطة الإنشائية وأنشطة الصحة والسلامة والبيئة والعمليات الميكانيكية وخدمات الصيانة. يوسف بن سعيد الرواحي، محافظة الداخلية. والآن مع الأخبار الاقتصادية والشعثاء البريكية.
شكرا إبراهيم، أهلا بكم. بتكلفة تقدر بأكثر من 12 مليون ريال عماني، افتتح معهد تكاتف بتروفاك عمان الذي يعمل على توفير الكوادر العمانية المؤهلة لتشغيل المصانع والمصافي البتروكيماوية، سواء المستثمرة من قبل الحكومة أو شركائها. هذا وأكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز خلال رعايته الافتتاح أن نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز وصلت 80%. حدث افتتاح معهد تكاتف بتروفاك عمان هو جزء من سياسة الحكومة نحو تطوير الموارد البشرية، فقدرته الاستيعابية تتخطى 600 متدرب سيساهمون بمؤهلهم في تشغيل المصانع والمصافي البتروكيماوية، سواء المستثمرة من قبل الحكومة أو الشركاء. إن تطوير البشر هي من أهم أهداف جميع القطاعات، وقطاع النفط والغاز الحمد لله بدينا هذا المشوار من سنين يعني، وهذا الدليل إن مستمرين على طريقة جديدة، مستمرين على مشاريع جديدة، مستمرين على أهدافنا الجديدة للمستقبل. هنا هذا المتدرب يقوم بمحاكاة الواقع، وهذان الشابان يقيسان ضغط النفط عبر الأنابيب، وهذه غرفة التحكم في الإنتاج. هكذا هي البيئة في المعهد تأخذ اتجاه التدريب الموازي لميادين حقول النفط والغاز والمصانع البتروكيماوية في وقت وصلت فيه نسبة التعمين إلى 80% في قطاعي النفط والغاز. هذا المعهد يعتبر أحد الروافد لتدريب وتأهيل الشباب العماني في قطاعات مختلفة من النفط والغاز، سواء كان الشق السفلي اللي يتعلق بالمصافي والبتروكيماويات، والشق العلوي اللي يتعلق بالاستكشاف والإنتاج، وحتى بالنسبة للشق المتوسط اللي هو نقل النفط والغاز. هذا المعهد يعني صمم وبني على استعمال آخر التكنولوجيات في الدنيا، اللي شاهدناه اليوم أنه الديجيتال تكنولوجي اللي هلأ تستعمل في لسه ما استعملت في بعض المنشآت في بريطانيا وفي أمريكا موجودة في هذا المعهد، على أساس أنه التدريب يكون لأعلى مستوى فني موجود في العالم حاليا. المعهد هو مشروع استثماري مشترك بين شركة تكاتف عمان بحصة تبلغ 60% وشركة بتروفاك بنسبة 40% لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة من خلال تدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية الحالية والمستقبلية. بالتوازي مع مشاريع النفط والغاز القائمة فعليا على أرض الواقع والمشاريع قيد التنفيذ كمصفاة الدقم وحقل غزير وغيرها، في الجانب الآخر يتم تأهيل الموارد البشرية باعتبارهم المحرك الرئيس لهذه المشاريع. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. الالتحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة أضحى من متطلبات التقدم العلمي والصناعي، وبما يعزز القدرة التنافسية والتنويع الاقتصادي للدول. وفي هذا السياق تسعى السلطنة لأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في المؤشر العالمي للابتكار خلال العقدين القادمين، والاستفادة من التقنيات التي توفرها التقنيات الحديثة. تقوم الثورة الصناعية الرابعة على أساس تعويض الأيدي العاملة بالآلة والتقنية والذكاء الصناعي، حيث أجمع العلماء والخبراء على أن الثورة التكنولوجية الجديدة سوف تحدث تغييرات شاملة في جميع مجالات الحياة، في مقدمتها أسواق العمل والعلوم والطاقة والمجتمع والسياسة والاقتصاد بشكل يفوق تأثير سابقاتها من الثورات الصناعية. البرنامج يركز على فئتين أساسيتين، فئة الناشئة طلبة المدارس من عمر 15 إلى 17 سنة، وكذلك فئة الشباب أو مسار الشباب من فئة العمرية من 18 إلى 29 سنة. طبعا خلال فترة البرنامج المشاركين راح يتعرفوا على كثير من التطبيقات، من ضمنها التطبيقات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل الروبوتات،
الذكاء الاصطناعي، مواضيع تتعلق بالبرمجيات والبيانات. في السلطنة بدأ فعلياً الولوج إلى تطبيقات الثورة الصناعية من خلال تقنيات النانو والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، فيما وضعت أهداف طموحة لأن تكون السلطنة ضمن أفضل 20 دولة في المؤشر العالمي للابتكار بحلول عام 2040 وأفضل 40 دولة بحلول عام 2020. الأفكار المشاريع 100 مشروع راح يتم تحديدها راح تخدم الثورة الصناعية بشكل مباشر، وراح تخدم جاهزية السلطنة في الاستعداد لمهارات المستقبل المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. وتتجلى بوضوح القيمة الحقيقية مما أفرزته هذه الثورة من نتائج إيجابية يمكن الإشارة إلى أبرزها: تسريع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض التكاليف، إضافة إلى ذلك تحسين الجودة وتقديم خدمات أوسع للمجتمع. ورغم هذه الإيجابيات للثورة الصناعية الرابعة إلا أن هناك سلبيات، أبرزها تقليص فرص العمل، وذلك وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار أن 7 ملايين وظيفة سوف تختفي بحلول عام 2020 وسيظهر 1,000,000 وظيفة متعلقة بالكمبيوتر والبرمجيات. تعد الثورة الصناعية الرابعة والتي أطلق عليها تسونامي التقدم التكنولوجي نقطة البداية لتشكيل ملامح الاقتصاد الجديد المبني على التميز والثقافة والذكاء الصناعي، وأن مسارات نمو الاقتصاد العالمي سوف تعتمد في المستقبل على الأصول غير المرئية كالابتكار والمعرفة الفنية والثقافة. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. وفي نشرة سابقة أكد خالد بن الصافي الأحرابي رائد أعمال وعضو منتدى عمان للأعمال، أكد أن الشباب العماني هم الركيزة الأولى في قيادة الثورة الصناعية الرابعة في السلطنة، مشيرا إلى أن فائدة الثورة الصناعية للسلطنة تكمن في تعزيز تنافسية الدول وتنويع مصادر الدخل في السلطنة. في السلطنة أكبر فائدة للثورة الصناعية الرابعة تكون في تعزيز تنافسية الدول وأيضا في التنويع الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، بما أنه السلطنة حباها الله سبحانه وتعالى بطاقات شبابية كبيرة، ممكن كثير أنه نحن نقدر أنه نعيد تأهيل وتدريب العديد من الشباب في 11 محرك من محركات الثورة الصناعية الرابعة. مثل عندنا شباب الآن بدأوا مؤسسات ناشئة في طائرات موجودة هذه الشركات الآن على أرض الواقع معنا في السلطنة، موجودة واستخدمها بعض الشركات الكبيرة، وأيضا الآن بدأت هذه الشركات الكبيرة أنها تساعد الشركات الناشئة أنها تتبنى بعض التقنيات اللي ممكن أنها تخدم المجتمع ككل. كيف نقدر نحلل البيانات الطلبة عشان نحسن نتائجهم في الدراسة، هذا يسمى بالذكاء الاصطناعي. كيف ممكن الروبوتات تخدم مستقبل الناس في المطارات، هذا مثلا في الروبوتات. في جانب الطائرات بدون طيار، الآن سيتم شركة عمانية محلية ستستخدم الطائرات من غير طيار في تلقيح أشجار النخيل على سبيل المثال. فمثل هذه إذا قدرنا أن نحن نستخدم محركات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص، ليست فرص عمل فقط، وإنما أيضا فرص تجارية وإنشاء مؤسسات، وأيضا في فرص لخدمة المجتمع صحيا طبيا. نانو تكنولوجيا على سبيل المثال متخصصة في كيف أنه نقدر نفهم الشفرة الوراثية لما أعتقد بالضبط الشفرة الوراثية، وأيضا الأدوية الدقيقة اللي ممكن أنها تدخل في جسم الإنسان وممكن أنها تؤدي للعلاج بصورة أفضل. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر القادم اليوم 28 سنتا ليبلغ بذلك 76 دولارا أمريكيا و40 سنتا، وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل بلغ 78 دولارا و72 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار 6 دولارات و8 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الجاري. بهذا انتهت النشرة الاقتصادية، ونعود بكم للزملاء إبراهيم وحنيفة. ومن الأخبار الاقتصادية إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة مزون الحسنية.
شكرا حنيفة. أهلا بكم مشاهدينا. تنطلق غدا الخميس الجولة 11 من دوري عمان تل بإقامة 4 مواجهات يتوقع أن تشهد تحولات كثيرة في جدول الترتيب. فعلى مجمع صورة الرياضي يحل صحار في ضيافة العروبة وكلاهما يبحث عن 3 نقاط تجعلهما يتقدمان خطوات في جدول الترتيب. في حين سيكون استاد السيب على موعد مع مواجهة بين عمان الباحث عن الابتعاد عن قاع الترتيب مع الشباب الذي لم يجد إلى الآن الحلول للعودة إلى مستوياته في الموسمين السابقين. وسيكون النهضة على موعد مع مرباط على مجمع البريمي الرياضي في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات عطفا على أداء الفريقين في الجولات السابقة. ومواجهة بين الأزرقين النصر وصحم على مجمع صلالة الرياضي في مباراة لتصحيح الأوضاع للفريقين على أن تستكمل الجولة يوم الجمعة القادم بإقامة 3 مواجهات. اختتمت مساء اليوم الجولة 10 وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات. ففي المباراة الأولى نجح سمائل من تحقيق انتصار مهم على جاره نزوة بهدف دون رد، وحقق قريات فوزا بنتيجة قاسية على السلام ب4 أهداف لهدف وحيد، وخرجت مواجهة الوسطى وفنجة بالتعادل بدون أي أهداف. ونظل في أجواء دوري الدرجة الأولى، ولكن هذه المرة مع منافسات الجولة 7 للمجموعة الثانية التي حفلت ب3 مباريات أيضا. في المباراة الأولى واصل السيب انتصاراته بتحقيقه انتصاره 3 على التوالي بفوزه على المضيب خارج ملعبه ب2 لهدف 1، وتعادل بهلة مع ضيفه بدية ب1 لهدف، وخرجت مواجهة البشائر وصلالة بالتعادل ب2 لهدفين. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن زيادة عدد منتخبات الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم أمر ما زال ممكنا في قطر 2022. وجاءت تصريحات إنفانتينو في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقام في كوالالمبور بماليزيا. وقال إنفانتينو إن الاتحاد الدولي يدرس زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة والسماح لدول في المنطقة بمشاركة قطر في الاستضافة. وكان الاتحاد الدولي اللعبة قد أعلن مطلع العام الجاري بالسماح ل48 منتخب دولة بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مجتمعة بعد أن كان العدد 22 منتخبا. وعد إنفانتينو بزيادة حصة آسيا من البطولة من 4.5 إلى 8.5%. إلى الخبر الأخير، فكرة القدم لا تنشر فقط الأفراح دائما، فبعض تفاصيلها محزنة، وهذا ما حدث في محيط ملعب ليستر سيتي الإنجليزي، حيث تجمع عدد من مشجعي فريق نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمام مقر النادي وأضاءوا الشموع حدادا على مالك ناديهم الذي لقي حتفه بعد أن تحطمت مروحيته بعيد إقلاعها قرب النادي يوم السبت الماضي. وكان ليستر قد فتح أبوابه للمشجعين وسمح لهم بكتابة عبارات التعازي بعد الحادثة. وقف المشجعون دقيقتي صمت في توقيت متزامن مع وقت سقوط المروحية. الجدير بالذكر أن في حادث تحطم المروحية لقي بقية الركاب حتفهم أيضا. إذن مشاهدينا، نهاية الأخبار الرياضية، وعودة الآن إلى الزملاء. التعريف بالدور العماني في مختلف الحضارات ودور العمانيين في التجارة والسفر إلى مختلف أقطار العالم بحثتها جلسة حوارية في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية. الجلسة تطرقت كذلك إلى موقع عمان الجغرافي ودوره البارز في نشاطها البحري. هي كما ذكرنا أن العمانيين وصلوا إلى أفريقيا في قرون سحيقة، في قرون قبل الميلاد حتى،
لأن فينا كتاب ألفه واحد. إسهامات العمانيين في مضمار الحضارة الإسلامية قبل الإسلام تمثلت في الحركة الثقافية والفكرية واللغوية والأدبية، بدأت بها هذه الجلسة الحوارية في إصاء تام من الحضور. شبهت عمان برجل واقف متجه إلى الجنوب، مادا يديه إحدى يديه إلى غرب المحيط الهندي، يعني يده اليمنى واليد اليسرى إلى الضفة الشرقية للمحيط الهندي. ويتوالى الحديث في الجلسة الحوارية عن دور العمانيين في الحضارة الإنسانية كإبراز دورهم في نشر الإسلام وعلاقاتهم بالعالم وارتباطهم بالسفر ودورهم في الاستعمار البرتغالي. المحاضرة لها عائد علمي كبير في أن الطالب يربط بين ما يدرسه حول الحضارة العمانية ودور العمانيين في بناء الحضارة الإنسانية. في الحقيقة الجوانب اللي تطرق لها إحنا بحاجة إليها حاليا في ظل بعض الهجمات اللي تحاك ضد التاريخ العماني، نحن بحاجة إلى أن نوضح تاريخنا، علاقات عمان مع الحضارات الأخرى، الحضارات الإنسانية، الأبعاد الإنسانية التي قام بها العمانيون سواء في النواحي الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاقتصادية، جميعها نحن بحاجة إليها. ويتطرق المحاضر في الجلسة الحوارية إلى الجانب التجاري والزراعي للعمانيين، فهم أول من زرعوا النخيل والأنبا والقرنفل في الشرق الأفريقي. الحضارة الإنسانية العمانية كما نعلم يقينا أنها امتدت إلى شرق أفريقيا وآسيا والهند، وأيضا دور العمانيين في هذه المجالات. أين قبر الصحابي ابن غضوبة؟ سؤال لأحد الحضور يقطع الشك باليقين، ليجيب المحاضر بأن قبره في عمان بالإجماع العماني. فهذا يؤيد على أن فعلا رواية ابن منده أو ابن نعيم هي مجرد كانت كما يقول إيش ناك رواية متسرقفة هكذا حتى وصلتهم فقالوا بها. يعني الجلسة الحوارية عن دور العمانيين في بناء الحضارة الإنسانية هي إبراز دور العمانيين التاريخي والحضاري للمهتمين والباحثين وربط أفراد المجتمع بالهوية العمانية. صالح بن حمد الحبسي، جامعة الشرقية، ولاية إبرا، محافظة شمال الشرقية. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رسالة خطية من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس الفلسطيني تتعلق بتطورات إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، نقلها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يتسلم دعوة من معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعلق بدعوة سموه لزيارة الجمهورية. تقرير للبنك الدولي يصنف السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، والثانية خليجيا في مؤشر بدء النشاط التجاري. دعوات من واشنطن ولندن بإنهاء القتال في اليمن والبدء بمحادثات السلام، وعرض سويدي لاستضافتها. وفي ختام نشرتنا نشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. بقايا تأثير حالة عدم الاستقرار في الأجواء على المنطقة مثل ما نشاهد من خلال السحب المتفرقة والأمطار، في حين توضح الصورة الجوية أيضا كثافة السحب التي تؤثر على غرب شبه الجزيرة العربية وتتسبب في أمطار متفاوتة الغزارة.
إذن مباشرة إلى التوقعات للنهار القادم، وكالمعتاد حركة الرياح والتي تبقى شمالية إلى شمالية شرقية بين 10 إلى 15 وأخذها على محافظتي الوسطى وظفار، مع بحر هذه الموج ويصل أقصى ارتفاع الموج متر وربع، المتر والرطوبة النسبية تصل إلى 90%، هذا بالنسبة لسواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. على سواحل محافظة مسندم الرياح تبدو نشطة شمالية شرقية في حدود 20 عقدة غرب المحافظة، مع بحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع الموج مترين، في حين تنشط الرياح الشمالية الشرقية أيضا على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويرتفع موج البحر بين 1.5 وقد يصل إلى 3 أمتار في العمق بين هادي إلى متوسط الموج وهائج أحيانا لا سيما في العمق. إذن مباشرة إلى توقعات الأجواء للنهار القادم في محافظة مسقط، درجة الحرارة المتوقعة 30 درجة مع بعض السحب فرص لبعض الأمطار خلال فترة ما بعد الظهيرة على جبال جنوب الباطنة مثل ما يبدو في الرساق 31، وأيضا قد تتدفق بعض السحب الممطرة على سواحل الباطنة وشمال الباطنة في صحار 30 درجة وفي خصب 30، مع أجواء أيضا غائمة جزئيا بين حين وآخر. إلى شمال الشرقية وفي إبراء أيضا فرص لتشكل بعض السحب خلال فترة ما بعد الظهيرة 31 درجة، وبعض الأمطار أيضا على جبال الداخلية مثل ما يبدو في نزوة 32، وأيضا في جبل شمس 12 درجة، في عبري 33 مع بعض السحب، وفي البريمي أيضا تبقى درجات الحرارة العظمى عند أواخر العشرينات مع احتمال تشكل بعض السحب. إلى محافظة ظفار وفي صلالة 30 درجة، 33 في ثمريت مع بعض السحب المتفرقة أيضا، وفي الوسطى 35 درجة في هيمة مع تشكل بعض السحب بين الفينة والأخرى. إلى جنوب الشرقية وجزيرة مصيرة بعض السحب المنخفضة ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية، والحالة ذاتية بالنسبة لسواحل جنوب الشرقية مطلة على بحر العرب، الأشخرة 31 وأيضا في صور 31 درجة مع بعض السحب. هذا والله أعلم، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.